السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا في صحة جيدة. اليوم بغيت نحضر معكم واحد الصابلي في السنجلان، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم الوصفة تاع اليوم. غادي نخليكم مع المقادير والطريقة تاع التحضير. المهم هاد الصابلي راه ساهل بزاف، كيجي لذيذ لذيذ بزاف بواحد الطريقة مختلفة. المهم كنحتاجو لهاد الصابلي، عندي بعدا 250 غرام ديال الزبدة مذوبة، عندي كاس ديال الجنجر مطحون مزيان، يعني عبرت كاس الاول عاد طحنتو عطاني هاد الكمية، وعندي كاس ونص ديال نتاع الزيت مائدة، وعندي هنايا جوج كيسان ونص نتاع السكر كلاصي. غادي نبدا مباشرة الطريقة نتاع التحضير. غادي نخرج هنايا السكر كلاصي اللي عندي، قلتلكم عندي جوج كيسان ونص نتاع السكر كلاصي. غادي نغربل اللبن باش ما يبقاش يدير داك الكويرات. من بعد مباشره ندفع عليه الكاس ديال الزنجلان مطحن، كنطحن جيدا. غادي نخدم هكا شويه بيدي، غالبا انا فتت هذا الزنجلان قبل ما نفتت هذا الزنجلان مع السكر كلاصي، ومن بعد كنضيف الزيت والزبده. من بعد ما خلطت الزنجلان مطحون مع السكر كلاصي، غادي نضيف عليه الان مباشره زيت المائدة، كاس ونص اللي عندي هنايا، هو الكاس النصف الاخر. مباشره غادي نزيد الزبده عليه ونمزج كل شيء، نخلط الجميع، نخلط جميع المقادير. زدت الزبده اللي عندي 250 غرام، الا جاتكم هاد المقادير كثيره بزاف ديروا غير نص تاع المقادير، الا جاتكم بزاف تقدر تستعملو 125 غرام ديال الزبدة. ديرو كاس تقريبا كاس معامر ديال الزيت، وديرو كاس وربع نتاع السكر كلاصي، والدقيق بطبيعة الحال على حسب الخليط وعلى حسب النوعية نتاع الدقيق. انا عندي هنا كيلو ديال الدقيق، صديق واش غادي يجمع لي كلشي الدقيق نستعملو كيلو كامل اولا نحتاج قل، داكشي على حسب النوعية نتاع الدقيق. المهم غادي نخلط هادشي كامل مزيان مع بعضهم، ومن بعد نبقى نزيد الدقيق تدريجيا يعني حتى يتجمع لي العجين، كان واحد العجينه لينه كما تشوفوا هي هكا. غنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لي العجينه. نبقى نزيد شويه بشويه حتى تجمع لي العجينه حقكم. المهم من بعد ما جمعت العجينه تاعي حصلت على هذا القوام، هذا هي كتكون لينه كتجمعنا بسهوله، كدير هكا تاخد لها هاد الجمعات نحضر الكويرات بحال هكذا. انا قسم الجاي نحضر كويرات وندير لها نغطيها بالبلاستيك الغذائي، ومن بعد نتلاقاو على حسب التشكيل ديالها. والفرينه تقريبا انايا استعملت هنا الدقيق اللي هزت لي تقريبا شي 750 غرام تقريبا، هذاك الشيء اللي استعملت. ها هو الفرينه اللي شطت لي، هذا الشيء اللي باقي لي، يعني بقى لي ما هزتليش كيلو كامله، يلا 750 غرام اللي هزت لي. المهم غادي نجمع هاد العجينه، غادي نحضر كويرات وراكم معايا، نحضر كويرات يعني متوسطات الحجم باش من بعد نشكلوها نوريكم الطريقه. من بعد ما قسمت العجينه هكا حضرت كويرات، غادي نبدا نطلقها على سطح العمل وغادي تشوفوا معايا. هاد الكويرات اللي في الغدا بزاف كثير، غادي نديرهم على جنب وغادي نهز وحده غادي نشكلها، ندير شويه دقيق على سطح العمل. غادي نبدا نطلقها، هاي بلاتي لانها كتفتت، هي غادي تجي هشيشه بزاف. هاد الحلوه لذيذه بزاف وزوينه، هي كتفتت بزاف الخدمه ديالهم. هاي حاولوا معايا بلاتي شويه ديال الخاطر وكان وتجي رائعه زينه بزاف. خليكم تاخر الفيديو تشوفوا شكون تاعها النهائي. ولا سهله ماشي صعيبه، ما فيهاش شي مقادير كثيره، ضروري ندير الدقيق باش مابقاش تلصق لنا. غادي نبدا نطلقها غير هكذا غير بلاتي، ما نديرهاش غليظه بزاف ما نديرهاش رقيقه بزاف، تعرف الصابون يكون شويه متوسط بينهم. غادي نستمر هكذا غير بشويه طرح على واحد السمك اللي بغيت، وغادي نبدا نقطع. المهم بالنسبه للقطعة انا اختاريت هذه الدمعه، وعندي قطعه اخرى هذه تاع البلاستيك، المستعمل اللي بغيتو.
غادي ان شاء الله ندير جوج كيلات، كدير بحال هكذا. شوف كي دايره، شي رائعه جدا. شوف السمك ديالها، ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، انا ما غاديش نتفخ. غادي نديرها في الصلي في اللاطه ديالي وغادي نكمل بحال هكذا. غنعاود واحد الكره اخرى، مما ندير السلوفان، فهمتي السلوفان، البابي سيكوريزي، يعني ورق تاع الزبده، كنديرو هكذا. كنبقى ندلك فوقو باش ما تلصقش في الثلاجه، هذا باش ما تلصقش، لان العجينه رقيقه بزاف مع الزبده اللي فيها والزيت اللي ما فيهاش كاع بعد، باش كتجمع ولا يعني كتفتت كتفتت جات مرمله. يعني هذا هي الطريقه اللي سهله باش ما بقاش تلصق لنا العجينه. هكذا كيف السهل السمك، صافي. من بعد بقى نقطعها، هي من بعد ما كملت الكره الاولى ما تدخلهاش بالعجينه، سهله في السكة كتجمع. ما غاديش نعاود بها، غادي نخليها من بعد، غادي ندير واحده اخرى يعني، وهذه اللي معاوده غادي نخليها حتى الاخر ونجمعها، نجمعهم كاملين ونديرهم في دقه واحده، نخليها بحالها باش ومن نبغيو نطلقوها نديرها كم ما بين يدينا، نلعبو بيها مزيان، نكبرها ما بين يدينا باش ديك الزبده تذوب وتطلق. العجينه بحال دركا راها قاصحه شربت دقيق، ولكن نخليوها شويه هكذا بهذه الطريقه بحال اللي كنسخنوها كما بين يدينا، سخنوها صافي كتطلق بوحدها. اما الان غادي نخليها نحطها بها على جنب، ديرها في الميكا وغادي نمشي نجيب واحد الكره اخرى. المهم من بعد ما كملت التشكيل تاع الحلوه، ها هي داك السابلي، ها هو الشكل الاول وهو الشكل الثاني. انا درت جوج كيلات، درت جوج تاع المراشم، درت بهذا المرشم مدور ودرت العقم تاع الملون تاع اللوزه او لا تاع الدمعه. المهم بعد نخرج من الفران، ماشي ياخذ الوقت بزاف، على 7 دقائق ولا كاع ما بين 7 دقائق حتى 9 دقائق، لان في السع كيطيب وطبيعه الحال خصنا نحطيو الطياب ديالو، انا ما فيش جنجل في السع كيتحرك، يعني هي في السع كيدخلو الطياب صغير شويه يطيب وصافي في السع يشد راسو. بنات الكاطو من كنخرجو من الفران، القطعه نتاع الدمعه اولا نتاع قطره نتاع الماء، ها هي شتو ديال الدمعه كتجي في السا كيحمر كيجي زوين. هذا هاد الدمعه هادي كيما قلت لكم درت جوج كيلات، درت هادي نتاع الدمعه ودرت هذا اللي مدور، الرشمه الاخرى درته مدور شكل دائري. المهم هاد الدمعه هادي غادي ندير لها شوكولات اسود، الزواق غادي ندير لهم شوكولات وغادي ندير فوقهم لا شابليور ديال الخبز. ممكن تستعملوا حتى القوقعة مهرمش او اللوز مهرمش، هذاك الشيء كيبقى على حسب الاختيار، ولكن بلا شابلوغ كتجي واحد المذاق رائع جدا. كما قلت لكم الدمعه ندير فيها الشوكولات اسود، وهاد المدورين هذا على شكل دائره غادي ندير لهم الشوكولات ابيض. ها هو عندي هنا الشوكولات ابيض في حمام مريم، المهم ها هو عندي هنا الشوكولات الابيض هذاك المدور والشوكولات الاسود، غادي ندير لهاد الدمعه. المهم هنا اللي بديت نخدم معكم، ها هو شوفوا الطريقه اللي كندير. وهنايا عندي هنا لا شابلوغ هذه شريتها موجوده، انا حمرتها شويه في المقله، فوتك واحد شويه حمرتها لانها كتكون بيضه مع هذا، ما غاديش يدخل الفرن، غادي يبقى يعني غير شكل بدات تزين وصافي. داكشي علاش انا حمرتها شويه في المقله، غير دوزتها في المقله شويه واحد 2 دقائق وصافي كتجي زوينه. ولكن الا عندكم بعدا الخبز ديال الدار مثلا الباغيت ولا شي حاجه، ملي تكونوا تخبزوها في الفرن تستعملوا الفران كتكملوا تحشوا تما الخبز تاعكم وبلعوا عليه، غير هذيك السخانه نتاع الفران كتولي عليه وكيبس، كيولي يعني كما نقولوا كارم، كيبس بزاف وتشدوا، يا اما تدقوه يا اما كطحنوه صافي كتستعملوه. المهم بلا شابلوغ كتجي واعر المذاق ديالو. ممكن كما قلت لكم تستعملوا الزنجلان ولا ديروا القوقعه مهرمش ولا اللوز مهرمش، ديك الساعه يبقى يعزم على خاطركم، كل واحد على حسب المذاق اللي كيعجبو. المهم راني معكم، المهم غادي نبدا معكم. هيا كنهز هكا شويه تاع الشوكولات، كندير هنايا الفوق هكا بهذه الطريقه، هذه بحال هكذا. درت هنايا الشوكولا اولي، بحال في المغرب كان الشوكولات يعني رائع جدا واعر، ولكن في اوروبا يعني الشوكولات نتاعهم شويه وصافي، ما كنكذبش عليكم ما كيعجبنيش. كان الشوكولا المره يعني هذا كيكون مر ما كيكونش زبنه، ولكن هذه الشوكولا اولي يعني لا باس بها، يعني سلك وصافي. لكن ها هو كما شفتوا هذه الطريقه، ولكن الشوكولا نتاع المغرب واعر ما كاينش بحاله، يعني كيكون لا الشوكولا البيضاء ولا السوداء، يعني كتكون زينه كتكون فيها لا كاليتي، عندها لا كاليتي مزيان. هنايا سبحان الله ما كترشقش على الشوكولا نتاعهم. المهم ديبانيو هادشي اللي كاين،
هكا، كندير فيها شابلوغ، كندير هكا بالزايد هكا بزاف، ومن بعد كنفضها هكا. يعني اللي باقي غادي تنزل، والمذاق تاعو يجي واعر مع الزنجلان وهذيك القرمشه اللي الفوق. هاي ندير لكم دركي بالبيضاء. المهم انا غادي ندير لكم الشوكولا البيضاء بحال هكذا بنفس الطريقه. هذا بيضاء، يعني كما قلت غير عجينه واحده وتنوعها كيف ما بغيتو. كمية لا بأس بها، هكذا السوق ندير كما قلت واحد كمية كبيرة، ومن بعد كنفض داك اللي باقي. الباقي غادي يتسلع بوحدو ويطيح، غادي نستعمل هكذا. هنستمر هكا حتى نكمل الكمية كاملة اللي عندي. كترت لها شوية، كترت فيها هذيك شوية الشوكولات هكذا، هذه شوية سايحة على الشوكولات البيض السوداء عفوا بحال اللي شادة راسها. هذي مطلوقة بزاف، جارية بزاف، يعني باقي عاد سخونة، هنا طفيت عليها هي التانية هكذا. وكتدخلوها غير الثلاجة ولا تخلوها على برا، كان بحال بارد تخلوها على برا كتجمد، ولا بغيتو من الأحسن ديروها في الثلاجة ديروها في الثلاجة كتبرد من بعد تجمعوها. وممكن تكون جلا ما تسوي حتى شي حاجة، من الأحسن دير في الثلاجة ما يبقى له حتى شي حاجة. المهم هذه هي، نكمل تتمة. المهم البنات ها هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال تاع الصابلي، ها هو اللي بالشوكولا البيضاء، ها هو هذا الشكل ديالها. كيجي زوين ورائع، ولكن المذاق اروع كتجي بهذا الشكل هذا. شوفي كتجي معايا، هذه نتاع النقطه تاع الدمعه، شوفي كتجي هذا سبحان الله. شوفي غير شابلوغ، شوفي كي كيبان، كيبان رائع الكوس مو داكشي كما كتشوفوا معايا. كيجي هكذا، تقدر تستعملوا اي شكل، اي شكل اوفال مدوره ولا مبلوزه ولا اي حاجه ممكن تستعملوها، اي طابع يعجب لكم ممكن تستعملوه. كيجي رائع المذاق، والمذاق الربع لا في الشكل ولا في المذاق، لكن كنقول لكم المذاق الربع، المذاق ديالهم رائع جدا. المهم نقول لكم البنات سنه سعيد، عفوا عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير وعلى خير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وعيدكم مبارك سعيد، باش نتمنوا ان شاء الله. المهم هذو الحلويات اللي صوبت البنات. المهم كنت صورت فيديوهات ولكن ما بغاش يخدم لي في المونتاج، ما عرفتش علاش، عندي واحد المشكل مسمحوا لي، كنت بغيت نصور ونحطهم ولكن ما بغاش يخدم سبحان الله. المهم خدمنا تاع تاع الصابلي خفات، وحتى هاد الحلوه راه في القناه، راه تما كي حطيته في القناه بغيت تشوفوه. اما الحلويات الاخرين راه ما بغاش يخدم لي، ما عرفتش علاش، حيت ما كنتعافر معاه يبان لي ما خدمش، راك عارف كنصور غير بالتليفون، حتى الفيديو غير بالتليفون. وهذه الحلويات التاليه اللي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وكل عام نتوما بخير وألف خير ان شاء الله باش ما تمنيتو. يلا نقول لكم بالسلامه، وفي فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو نال الاعجاب تاعكم، وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم طبيعه الحال الفيديو، ديروا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال، بالسلامه عليكم وفي فيديو جديد ان شاء الله.